يعرف التسويق على أن العملية المتكاملة التي يتم من خلالها استخدام استراتيجيات محددة من أجل الترويج لسلعة أو خدمة محددة بغرض بيع السلعة أو الخدمة وحصول منتجها على الربح من خلال ما يتم من عمليات بيعية مخطط لها. وقد يتم التسويق للمنتجات والخدمات الخاصة من قبل الشركة المنتجة نفسها أو من خلال بعض الشركات المتخصصة في عمليات التسويق لامتلاكها قدرة أكبر على الدعاية والإعلان. اليوم نطرح العديد من التساؤلات حول مفهوم التسويق الشبكي، شنو هي عيوبه ومزاياه، في فقرة ضيف وملف. وضيفتنا لما محمد العلي، مسوقة شبكية، تنضم إلينا مباشرة من دمشق. مساء الخير. مساء النور. أهلا بك أستاذة لما. بداية لو تحكي لنا عن التسويق الشبكي، ما هو؟ التسويق الشبكي هو طريقة تسويقية بديلة للتسويق التقليدي. يعني إذا بنحكي عن التسويق التقليدي، هو عبارة عن مصنع وزبون بيربطهم الحلقات وسيطة اللي هي الوسطاء والإعلانات أو الدعاية الإعلانية. التسويق الشبكي اختصر الوسطاء والدعاية الإعلانية، ربط المستهلك أو الزبون مباشرة بالمصنع. كيف؟ عن طريق الدعاية الكلامية. الدعاية الكلامية طبعا نحن يوميا بنمارسها بشكل كتير كبير، بننصح بعضنا بكتير أشياء، سواء كان حكيم، سواء كان كتاب أو فيلم أو أي شيء، عم نمارسه بشكل كتير كبير. التسويق الشبكي خلى هاي الحالة مأجورة بهذا المجال. نعم. طيب لو نحكي عن أنواع، وشنو هو الاختلاف بينه وبين أنواع التسويق الأخرى؟ الاختلاف بين أنواع التسويق الأخرى، يعني لا، في تسويق شبكي، في تسويق هرمي، في تسويق مباشر، في تسويق إلكتروني، كل واحد شيء من هدول المجالات. التسويق الشبكي حلاوته أنه بيعتمد بشكل كتير كبير على التنمية البشرية. يعني نحن بالتسويق الشبكي عم نكتسب مهارات كبيرة، مثل مهارات التواصل، مهارات القيادة، مهارات تعزيز الثقة بالنفس، تطوير الذات، كتير تفاصيل عم نكتسبها نحن بالتسويق الشبكي. تمام؟ نعم. التسويق المباشر بيكون علاقته مثلا بين يعني مثل المكتب العقاري، في حلقة وسيطة بين بين المصنع، عفوا، او الزبون والشخص اللي بده يأجر، صاحب العقار او اي شيء، فهي الحلقة الوسيطة اللي بتربطه. نعم. اذا لما اللي حابة بس نستوضح أكثر منك، التسويق الشبكي هو عبارة عن شبكة، الشركة اللي تقوم بإنتاج منتج معين أو خدمة معينة، وتحتها عدد من المندوبين أو الموزعين اللي ممكن من خلال العلاقات الاجتماعية يسوقوا لهذا المنتج، صحيح؟ ممكن تعيدي لي السؤال؟ حابة نستوضح منك بس اللي شرحتيه توا. التسويق الشبكي حسب ما فهمت من كلامك إنه هو عبارة عن شركة تقدم خدمة أو منتج، تحتها يكون عدد من الموزعين أو عدد من المندوبين اللي يقوموا بالتسويق لهذه الخدمة عن طريق التواصل الاجتماعي. تمام. هلا انت المجال اللي عم تحكي فيه، انه قصدك عن تمويل الصفحات اللي حكيتي فيها بأول بداية الحلقة. بالضبط. هلا التسويق الشبكي هو، هلا هو شركة أكيد، يعني وفي منتجات عم تنباع، ولكن نحن ما لنا مندوبين مبيعات، نحن في عنا عقلية ريادة أعمال. مندوبين المبيعات بيعملوا على صفحات التواصل الاجتماعي، بيعرضوا منتجات مشان تنباع عندهم، نحن ما عنا هيك شيء، يعني ما عم نعرض منتجات وعم نبيعها، نحن شغلنا أضخم بهيك بكثير. نعم. التسويق الشبكي هو بيعتمد على بناء الفريق على أساسيات تعليمية وتدريبية يعني ضخمة كتير، وعم يعملوا أرباح كتير ضخمة منها. نعم. يعني هلأ بظل الكورونا شفتي، يعني هو عمل من المنزل، يعني أنا بعتبرها هي ميزة من الميزات الكتير حلوة اللي أنا شخصياً عم بستفيد منها. بظل الكورونا الناس قعدت ببيوتها، الناس خسرت كتير شغل، يعني الكورونا كشفت سلبيات كتير أعمال وكشفت إيجابيات كتير أعمال. بالنهاية الناس اللي بتعتمد على التجارة الإلكترونية وبتعتمد على العمل او التعليم عن بعد، هي ما خسرت بظل الكورونا. يعني احنا كمسوقين شبكيين ازدادت ارباحنا بكثير، والدليل جيف بيزوس المؤسس شركه الامازون ب 20/7
من يومين يعني وصل لأرباح يومية بمقدار 13 مليار دولار، يعني علي بتقريبا بطلع 7 تريليون و865 مليار دينار ليبي. نعم. طيب لو نتحدث شوية بشكل تفصيلي أكثر لما عن التسويق الشبكي ومدى يعني إمكانية تحقيق الأهداف والنجاح من خلاله، خاصة للشباب اللي يمتلكون مشاريع خاصة أو مهارات معينة، كيف من الممكن ضمان تحقيق هذه الأهداف من خلال التسويق الشبكي؟ هلا التسويق الشبكي هو مشروع مستقل قادر الشخص يحقق من خلاله أرباح كتير ويستفيد من مهارات كتير ويطورها، فالشخص الناس عم تستفيد منه بشكل ربحي بشكل ضخم. يعني هلا عندك منظمة الدي اس اي العالمية عمل طبعا بالولايات المتحدة الأمريكية، كانت إحصائية بال 2017 انه عم توزع أرباح لمسوقي الشبكي بمقدار 71 مليار دولار، يعني 5 مليار بالشهر سنويا، طبعا 71 مليار دولار و200 مليون باليوم عم توزعون للشركاء التسويق الشبكي بالعالم. نعم. فالشخص اللي عم يدخل بمجال التسويق الشبكي هو قادر انه يعمل منه مشروع ضخم، مو بس مشروع صغير، قادر انه يطور حياته، قادر انه يكتسب كثير مهارات ما في اي شغل ثاني رح يكتسبه من خلاله. نعم. طيب لما لو تسمعيني دقيقة لنستوضح أكثر فكرة التسويق الشبكي، هل لك أن تعطينا مثال حول شركة ما تستخدم هذا النوع من التسويق؟ هلا التسويق الشبكي في شركات كثير بتستخدمه، يعني هي كمثال إنه شركة عندها منتجات عم يصير العلاقة مباشرة بين المصنع والمستهلك. إذا هذا المستهلك حب يشارك هاي الخدمة أو المنتج اللي حصل عليه لشخص آخر، فهو رح يحصل على عمولات. عن طريق شو؟ عن طريق إلغاء الدعاية الإعلانية عفواً، وعن طريق إلغاء الوسطاء. فهي يعني علاقته مباشرة رح تكون بالمصنع. هذا الشخص لما عم يشارك الناس هاي الفرصة عم يتلقى أرباحه، وهنن الأشخاص اللي عم يضموا معه عم يحصلوا على وضع قانوني بالشركة. نعم. هي تشبه لمكاتب الموزعين اللي موجودة، مثلا يكون لشركة فرع رئيسي في مدينة ما، وهناك مكاتب لموزعين لهذه الشركة في مدن أخرى، صحيح؟ هلا فكرة المكاتب هنن يعني عم يرتبط، مثلا عم تحكي إنه إذا كان مثلا مكتب سيارات أو شيء، إذا هيك الفكرة. هلا إذا قصدك مثلا مثل مكاتب سيارات إنه إلى مثلا وكلاء بالدول، فهي عبارة عن تسويق مباشر. طيب. هي عبارة عن نعم عفوا شو قاطعتك؟ لا تفضلي. ايه انه هي عبارة عن تسويق عم بيتم عن طريق وسيط بين مكتب السيارات مثلا والزبون. فالتسويق الشبكي بيختلف، يعني علاقتنا نحن مباشرة بالمصنع، ما في وسطاء بتربطنا بيناتنا. طيب المستهلك لما يتعامل مع هذه الشركة اللي تقدم خدمة معينة أو منتج معين، هل الشركة تقدم لعرض أنت لو مثلا حاب تكسب معانا فأنت ممكن تسوق لنا هذا المنتج أو تنصح به الناس اللي حواليك وبالتالي أنت حتحصل على عمولة؟ ما فهمت سؤالك. أقصد يا لما أن المستهلك كيف يعلم أنه هو ممكن يتحصل على أرباح من خلال هذا المنتج اللي قام باستخدامه؟ هل من ضمن عروض الشركة يعني تقدم له هذا العرض أن أنت ممكن تستفاد وتربح معنا من خلال تسويقك ونصائحك لكل الناس اللي حواليك؟ أكيد التسويق الشبكي هو بيعرض خطة أرباح من البداية العمل، انه انت قادر تحقق ارباح اذا التزمت بخطه الارباح الموجوده بالشركه. فهو قادر انه يعمل ارباح ويعمل مصاري ويعمل كثير تفاصيل مهمه، يعني مو بس في عباره انا كثير بحبها، اذا بدنا نختصر التسويق الشبكي بالمال فانت لم تفهم العمل بعد. نعم. التسويق الشبكي في له كثير مهارات وله كثير فائده، بالنهايه هذا الشخص ما عم يخسر شيء، عم يفوت بشغل خسارته فيه صفر، وقادر يكتسب مهارات كبيرة وقادر يكتسب خبرة بالإضافة للأرباح. طيب ما هي شروط الاعتماد على هذه النوعية من التسويق؟ هلا شروط بالتسويق الشبكي ما في أي شروط، ولكن بس فقط اقتناء منتج. إنه الشخص بده يقتني منتج، يعني يدفع رأس مال لحتى يفوت بهذا الشغل.
كيف من الممكن للمستهلك اللي قام بالانتساب أو الانضمام لهذه نوعية من التسويق أن يضمن الربح المتكامل أو زيادة الأرباح طوال اعتماده على هذا المنتج؟ هلأ الشخص اللي بده ينجح بهذا الشغل أول شيء بده يعرف هو أنه فايت بالمكان الصح، بده يلتزم بخطوات العمل، بده يشتغل بشكل ياخده بشكل مهني مو بشكل هواية. بالإضافة للميزة الأهم أنه رح يكون موجود معه مدرب مسؤول عنه بكل التفاصيل، فقط يلتزم معه ويلتزم بالسيستم التدريب. نعم، طيب لما في رأيك أن التسويق الشبكي هل من الممكن أنه هو يساهم في القضاء على مشكلة البطالة من خلال مثلا اعتماد الشباب على هذا النوع من التسويق في التسويق أو الترويج لمشاريعهم من خلال تسويق لمهاراتهم؟ هلا التسويق الشبكي اكيد بيحل مشكله البطاله، يعني منظمه الدي اس اي العالميه عم تعطي نسب واحصائيات موجوده. هذا الشخص لما عم يحصل على هذا المشروع عم يحسن بحياته، عم يحسن بحياه اولاده واولاده لبعد عمر طويل. فهي بتقضي على مشكله البطاله. هلا التسويق الشبكي ما بيتطلب لا شهادات ولا اي مهارات. بالعكس، يعني التسويق الشبكي بيتطلب شغلتين اساسيات، هن المهارات رح يكتسبها من خلال هذا الشغل ومن طريق احتكاكه مع الاشخاص اللي اكثر خبره منه، وانه يكون عنده هدف وحلم. اما بالنسبه لمشكله البطاله، هلا البطاله هي ما بتتعلق بالشهادات، اكيد الشهادات ضروريه واساسيه، ولكن ما أنا ملزمين فيها بالتسويق الشبكي. يعني انا عندي بفريقي او بشركات ثانيه اشخاص ما عندهم شهادات ولا عندهم مهارات، حتى اللي معهم شهادات هن عم يعانوا من البطاله بالوطن العربي خصوصا. يعني هلا في دراسه للبنك الدولي واحصائيه عمل الموقع الرسمي انه الوطن العربي عم يتصدر اعلى نسبه بطاله بالعالم، بالاضافه لانه بنسب متفاوته طبعا بين الدول العربيه. وبيل كلينتون باحد الفيديوهات تشكر التسويق الشبكي، تشكر المسوقين الشبكيين اللي هن ساهموا بازدهار وتطوير اقتصاد بلادهم بفتره ما. فاللي عم يتطبق بهذيك البلاد رح يتطبق عنا اكيد، ما في شيء صعب. فهو حل لمشكله البطاله. نعم نعم. طيب لما قانونيا شنو هي مثلا القوانين او الشروط اللي ممكن تنطبق على التسويق الشبكي؟ هلا القانونيا في منظمات كثير ومؤسسات بتعتني بهذا الموضوع، بالنهايه هذا الشغل موجود. منظمه الدي اس اي الموجوده بامريكا كمان موجوده، كلياتها بتعتني بالقانونيه، يعني ما الشغل موجود. يعني الشخص بده يعرف الشركه اللي عم ينضم فيها من خلال تراخيصها، وجودها، تاريخها الموجود عندها، يعني في كثير شغلات فيه يتاكد منها قبل ما يفوت بهي الشركه. نعم، هل هناك محاذير معينة تجاه مثلا استخدام التسويق الشبكي قانونيا؟ محاذير باستخدام التسويق الشبكي قانونيا؟ قانونيا؟ هلا بالتسويق الشبكي ما في شيء، بس يعني هلا في شركات معينة مثلا ممكن كانت عم تعاني بقضايا ما توقفت لفترة، لكن بعد لاحقا هي نجحت بهي القضايا وكسبت القضية انه هي شركة تسويق شبكي وليس شركة تسويق هرمي. فقانونيا الشخص اللي بده ينضم، يعني ببساطه فيه يتاكد من شخص خبير، من شخص ناجح بهذا العمل، من قانونيه الشركه اللي عم يفوت فيها. نعم، طيب لما من خلال انا اطلاعي بشكل يعني متواضع جدا حول هذا الموضوع وهو التسويق الشبكي، قرات ان هذا النوع قد يواجه عده انتقادات، من بينها اضافه منتجات او سلع ملهاش قيمه ولكن تكون يعني زائدة عن حاجة المستهلك، والهدف منا بشكل أساسي هو كيف يتحصل على الربح فقط. هلا حسب ما مثل ما قلت لك، حسب شركة التسويق، التسويق الهرمي مثلا هو عمل محرم دوليا يعني شرعا وقانونا. بالتسويق الهرمي عم يعرضوا منتجات بتكون اعلى من القيمه، يعني ما بتستاهل القيمه اللي عم تندفع عليها. اما بالتسويق الشبكي بده يكون المنتج معتمد من قبل هيئات معتمده، فالمنتج بيكون موجود بسعره الحقيقي، والجوجل يعني بيكشف كل الاسعار، ما في شيء يعني بيتخبى على الجوجل.
نعم. فالشخص هو يعني بترجع لهذا الشخص، بترجع مثلا شو في عنده معلومات يرجع لشخص صح او ينضم بمكان صح. نعم. طيب من ربما يكون هو القادر على جمع اكثر ارباح من خلال التسويق الشبكي؟ يعني اي نوع من المستهلكين؟ هل هناك درجات للمستهلكين ضمن شركه ما معينه يعني يكون له ميزه في الربح اكثر من غيره؟ بالتسويق الشبكي في ميزه انا كثير بحبها اللي هي ميزه العداله، يعني التسويق الشبكي ساوى بين الناس، ما في دور للاسبقيه، شخص مثلا انضم من سنه سنتين وشخص مثلا انضم لاحقا معه بعد، اذا هذا الشخص حقق ارباح اكثر منه فهو عم ينجح اكثر منه، فالحاله اللي انت عم تحكي عليها هي بتكون بالتسويق الهرمي انه شخص بيستفيد اكثر من شخص، اما بالتسويق الشبكي هو ساوى بين الناس، يعني خلى الشخص انه شو الجهد اللي عم يبذله هو عم يحصل على ارباح. نعم. طيب يعني لما لو نديروا على الهواء مباشره، يعني تقولي لنا مقارنه بين ميزات وعيوب هذا النوع من التسويق اللي هو التسويق الشبكي، حتى الشباب اللي يشاهدونا اليوم من لديهم مثلا مشاريع خاصه او يمتلكوا مهارات وحابين يستخدموا او يستفادوا هذا النوع من التسويق، شن هي ابرز الميزات والعيوب؟ التسويق الشبكي الميزات اللي بيضمها هي ميزات 9+1، يعني كمسوقة شبكية أنا عم بستفيد من هاي الميزات. الميزات 9 اللي هي دخل إضافي عم يحصل عليه، هي تطوير الشخصية، تطوير الثقة بالنفس، حرية زمان ومكان، مساعدة الآخرين، قادر يترك إرث طيب الناس تتشكروا عليه بالأيام، وقادر يتقاعد بشكل مبكر، ما مضطر يعني أنا لو بتضل معتمدي على الوظيفة ماني قادرة لا أحلم ولا أحقق أحلامي، فهو قادر بفترة زمنية مثلا حديد 5-7 سنين هو قادر يتقاعد بهذا من هذا المجال عم يحصل على أرباح، بالإضافة للحرية المالية اللي كل الناس بتحلم فيها، مو كلها، خلينا نقول 90%. تمام؟ الميزات كثير ضخمة، بالإضافة لميزة المنتج اللي هو منتج حقيقي معتمد من قبل هيئة عالمية، هذا الشخص اللي عم يختار التسويق الشبكي عم يكسر الحدود وعم ينتقل برا دولته، يعني انا مثلا كشخص موجود بسوريا عندي فرق برا سوريا عم بشتغل معاها، ماني مضطره اني انا اسافر برا سوريا طبعا الا اذا كان الفريق بده دعم اكيد انا جاهزه اني اسافر. نعم. ولكن عم يلغي الحدود انه نحن قادرين نشتغل من المنزل برا بلادنا. الميزات ضخمة كثير. بالنسبة للعيوب، ما هي اللي ممكن المساوئ اللي قد تواجه من يستخدم هذا النوع من التسويق؟ هلا بالنسبة للعيوب ما في عيوب ابدا الا اذا انه هذا الشخص مثلا ممكن اذا فات بهذا الشغل ما حقق ارباح، هو طبعا اذا ما التزم ما راح يحقق ارباح اكيد. في سيستم معين بده يلتزم فيه، في مدرب بده يلتزم معه، في وقت لازم هو يشتغل فيه، اذا ما التزم فما هو ما راح يحقق ارباح، لكن خسارته صفر، فانا بالنسبه لي ما في عيوب لهذا الشغل الا انه بيعتمد على تفاصيل كثير بسيطه هي اللي بتخليه يوصل للنجاح. طيب من خلال تجربتك لما في التسويق الشبكي، شن هي ممكن ابرز النصائح اللي تقوليها للشباب للانضمام لهذا التسويق من ناحيه يعني الميزات، من ناحيه العيوب، من ناحيه كيفيه تطوير عملهم من خلال التسويق الشبكي؟ التسويق الشبكي انا بنصح كل الناس اللي عندها حلم وهدف وما عندها ادوات انها قادره تحقق هاي الاحلام والاهداف، كلياتنا عندنا احلام واهداف بفتره معينه بجوز اندفنت، انا بالنسبه لي كانت مدفونه لحتى انعرضت علي شركه تسويق شبكي ودخلت فيها. فقادر يفتح لك ابواب للطموح بشكل كثير كبير، قادر يطورك بشكل شخصيتك اجتماعيا، ذاتيا، ماليا، من كل النواحي انت قادر تتطور. فاذا انطرحت عليك شركه تسويق شبكي انضم، ولكن اعرف انك عم تنضم بالمكان الصحيح ومع الناس الصح. نعم. لما محمد العلي مسوقه شبكيه كنت معي مباشره من سوريا، شكرا جزيلا لك على مداخلتك معنا اليوم وتمنياتي لك بالتوفيق، شكرا جزيلا لك. شكرا لك وشكرا للقائمين على العمل وشكرا للناس اللي خلوني كون موجودة معكم، إن شاء الله الأمن والأمان لألكم بليبيا، وإن شاء الله بالتوفيق للأطباء اللي فاتوا بالدبلومة. أنا سعيدة كتير وإن شاء الله أشوفكم بأحسن الأماكن.
شكرا جزيلا لك لما محمد العلي مسوقة شبكية، والشكر أيضا لمعد الحلقة علي رمضان، المخرج حمزة العجوري، وتحياتي العياد. إلى اللقاء. We'll be right back.